هو اللي شفت العذاب يابا؟ ولا شفت يوم ما انا طب تستصرف كمان يابا ويابا ويابا بدل انت بابايا ولا انت لاقيني رد سامح والنبي وخاويني انت بابايا ولا انت لاقيني انا رد سامح والنبي هو مين ده؟ انا عارف يا ابني ونعمل فيديو تيك توك سوا هي شغلانة بقى والنبي والنبي ماشي اما اشوف اخر التوك توك ده ايه جاهز جاهز انا مش سوبرمان انا طالب غلبان سكنت نص المادة هتسمع يا جدعان وبحث الانجليزي هتسمعوه كمان ايه ايه المسخرة اللي انت بتعملوها دي والله انت اللي مسخره شيخ واو وبنعمل فيديو تيك توك سوا هي شغلانه بقى والنبي والنبي ماشي اما اشوف اخر التوك توك ده ايه جاهز جاهز انا مش سوبرمان انا طالب غلبان سكنت نص المادة المسخرة اللي انت بتعملوها دي والله انت اللي مسخرة يا شيخ بس زي ما قلت لك مش عايز ميكس بس يا جدعان بس هم بترن الو ايه يا بيه ناوي تبيت بره ولا ايه يا ماما شويه بس قاعد مع اصحابي كده شويه وهاجي مفيش شويه انا خمس دقايق وليك قدامي قولي له ابوك بيقول لك لو ما جيتش دلوقتي هينزل هو يجيبك سامع ابوك ايه ده انا باكد طب تمام ماشي انا جاي بس كده بقى مش هلحق اروح اجيب لك الشنطه اللي كانت عاجباكي في المحل كنت انا جاي كنت هجيبها لك مفاجاه ايه ايه في ايه لا 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 حصل امتى ده ايه اللي حصل يوم بقى لله يا حبيبي ده صاحبك برضو يا غبي براحتك يا بنت اللعيبه قشط عليك ماشي يا حبيبي لازم تعمل الواجب طبعا براحتي انا بقى لازم يا حبيبي يلا حبيبي براحتك يا حبيبي في ايه براحتك سلام يا حبيبي سلام ماشي يلا سلام ايه في ايه يا اسطى؟ امي يا اسطى مجرد ما قلت لها هجيب لك شنطه مروح قالت لي اقعد براحتك. لا بجد؟ قشط عليكوا على افكارك يا اسطى. يبقى كده يا زميكس هنقعد للصبح مع بعض. بس انت يا اسطى معاك فلوس الشنطه؟ انا قلبي عايز صرمه يتضرب بيها. ده انت امك هتعلقك. وحشني صوت الموت خطفها من ايديا، شكل الحياه استقطرتها يا ناس عليا. هي مين دي بقى يا حبيبي اللي انت مشحت في نفسك عليها كده؟ تيتا تيتا الله يرحمها الموت خطفها من ايديا سته ستك ستك اللي ماتت اصلا من قبل ما انت تتولد يا راجل ابنك بيكلم بنات حلو قوي لا ثانيه واحده طالما كده هتضرب يبقى بالدور بقى بيتضرب واحد واحد بالدور خلينا كده متحضرين متحضرين انا خلاص بقيت مفلس فلس 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 وانا فيس وبحب اهلس طب هلس 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 يا حبيبتي انا هاجي النهارده اتقدم طب انت عارف ان انا تقدم لي كتير وبابا مش بيوافق على حد ما تقلقش خالص انا عندي فكره هخليه يوافق غصب عنه ما شاء الله عليك يا ابني باين عليك انك محترم وابن ناس بس ايه لازمه اللبانه دي معلش بس دي لازمه من بعد السيجاره انت بتدخن على خفيف كده مع الويسكي وبتسكر مش دايما لما بلعب قمار بس من امتى من اول ما خرجت من السجن ودخلت السجن ليه قتلت واحد طلبت ايد بنته ورفض على البركه نقرا الفتحه